لا لا اجزم معي، يبدو أنها سمكة كبيرة. إذا ساعدتك سنختصم الصيد. يا لك من مستغل. موافق، هيا هيا أسرع حتى لا تفلت مني. هيا. ما هذا؟ نعل آخر. مرجان، لماذا لا أصيد إلا النعال القديمة؟ هذه بالتأكيد مهارة خاصة. لماذا لا تشاركنا الضحك يا زياد؟ لا شيء يا سيدي. أنت تفتقد أهلك. نعم، أخشى ألا نعثر عليهم. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توكل على الله يا بني وأحسن الظن به. ونعم بالله. تذكر المواقف التي تعرض لها الغلام بطل قصتنا، وكيف واجهها بالصبر والإيمان. نعم، الدابة الضخمة التي قضى عليها بالدعاء، ثم ظلم الحاكم وتعذيبه له، وقتله الراهب وجليس الملك بمنتهى القسوة والوحشية. لقد توقفنا بالأمس عند قرار الملك بقتل الغلام، فما الذي حدث؟ أنت تستدرجني لأكمل لك القصة. حسناً، أمر الملك حراسه بقتل الغلام، وفي هذه اللحظة أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه! مولاي الملك، هل تأذن لي بالحديث منفردين؟ انتظروا، ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس؟ أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي، لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة، وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض. هذا كلام صحيح، ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه، ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا. وضح فكرتك أكثر. أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول: على الحاضر أن يبلغ الغائب، أمر الملك الإله يوسف ذو نواس الحميري بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين. اختيار صائب، تفكير حكيم. كما أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما. الموت جزاء عادل للخيانة. لكن الراهب رجل صالح. لعله كان يتظاهر بذلك. أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه. نعم، هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس، أدام الله فضله. على الحاضر أن يبلغ الغائب. انظر، الغلام وقد أصبح واحداً من قادة الجند. لماذا يحيطون به وكأنه أسير؟ ربما لحمايته. أعتقد أنه يسير معهم مجبراً. لو كان كما تقول لقيدوه بالحبال، أو على الأقل حاول الفرار منهم. إنه كما ترى أحسنهم زينة، ويتوسط الجند على حصان أبيض من خيول الملك. نسينا الغلام وأصبح من رجال الملك. إنه يستحق كل الخير، لقد عالجني وتصدق علي بالمال، ولا يوجد بيت في نجران كلها لم يصبه خير من هذا الغلام الصالح. لماذا يتجهون للجبل يا ترى؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا، علينا أن نترجل يا سيدي
حتى نصيد الغزلان البرية. كما تريدون، سأكون أولكم في الصعود. هذه المسافة كافية. لا، سنصعد إلى أعلى ليكون الموت مؤكداً. أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى. اقتراح عظيم يا سيدي. والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده. أعرف، أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني. تعرف، ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألست خائفاً؟ لا، يطمئن قلبي بذكر ربي. اللهم اكفنيهم بما شئت. الجبل يهتز! النجدة! أنت؟ ألم تذهب مع الجندي إلى رحلة الصيد؟ بل ذهبت إلى حيث أردت، ولم يقصر جنودك في أداء المهمة، لكنها إرادة الله. كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم، دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعاً، بينما نجوت أنا بفضل الله وحده. لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد، جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة. أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ أصمت! اقبضوا عليه! مولاي الملك يمنحني شرف زيارته؟ هذا أسعد يوم في حياتي يا مولاي. سيكون آخر يوم في حياتك أيها الشقي. انتظروني في الخارج. ما الذي يغضبك يا مولاي؟ غباؤك، خطتك الفاشلة. لقد نجا الغلام، مات أربعة من أفضل وأقوى رجالي، سقطوا من فوق الجبل وعاد هو سليما. كيف استطاع أن يصرعهم وحده؟ لم يحرك إصبعا من يده. اهتزت الأرض فجأة وسقط الجنود من فوق الجبل كأنهم حبات تمر تسقط من فوق نخلة. يا له من حظ عجيب. والعمل، كيف أقضي على هذا الغلام؟ هذه المرة لن ينجو يا مولاي، سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة، ولم يعد أحد منه حيا. ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي أمر الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر، انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقاً. رأيت، سنهلك جميعاً. أعد قارب النجاة. لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده، هو الذي ينجيكم في البر والبحر ويوم الهول العظيم. الله هو المحبة أيها الرفاق. أصمت، كمموا فمه. اللهم اكفنيهم بما شئت. النجدة! عندي أخبار سارة يا مولاي. ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم، السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد. وجنودي وبحارتي هلكوا أيضاً؟ هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك. سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية، ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها. لن يتهمك أحد بقتله. ألهذا الحد أنت حريص على قتلي؟ من؟ أنت حي؟ نعم، كما ترى، هذا أمر الله، ولن أموت إلا بمشيئته وحده. إذا كنت حريصاً على موتي، فسأدلك كيف تقتلني. هل أنت جد في كلامك؟ نعم، ولكن عليك أن تطيعني في كل ما أطلبه منك. لست مقتنعاً بما يحدث يا مولاي، إنه يسخر منا. أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منهم. لا يهمني،
لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية، وأنا أصدق وعده. لن يأتي يا مولاي، صدقني. بل سيأتي، ها هو. أيها الناس، الملك يوسف ذو نواس الحمياري يريد أن يقول لكم كلمة. لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب. إلزموا الصمت، نفذوا الحكم، صوبوا عليه، من يرديه قتيلاً له مكافأة عندي. أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم؟ لست ساحراً، إنما أنا عبد من عباد الله، أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم. سأقتلك برمح أبي الملك ذي نواس الحميري. لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي، وأنت تدعو بصوت عال باسم رب الغلام. هذه الأسهم غير حادة، إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة، هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة، إذا أردت قتلي حقا فنفذ ما قلته لك. باسم رب الغلام. يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع. باسم رب الغلام. اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك. أشهد أن لا إله إلا الله. الموت للغلام الخائن، رددوا معي، الموت للخائن. آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. اصمتوا، قلت اصمتوا. آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. مرهم أن يصمتوا، سأقتل من يفتح فمه. لن يجدي هذا الآن يا مولاي، الناس ثائرون لمقتل الغلام. سأقتلهم جميعا، لقد كان الغلام وهو يحتضر يتحدث عن نار نجا منها. سأريهم أن النار هنا وليست عند ربهم. كيف يا مولاي؟ أيها الجنود، احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة، ومن يستمر على عصياني سألقيه في النار حيا. هكذا سيرتدع الجميع. أخدودا يتسع لإحراق كل الناس؟ كيف هذا؟ اكفروا برب الغلام وأنا أعفو عنكم. لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله. أنتم تستحقون العقاب، اخذفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة. لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله. لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هيا يا امرأة تحركي. أتحرقون طفلا رضيعا وأمه؟ وإلكم اصمت أنت، هيا اسبقها إلى الأخدود. كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ اصبري يا أمي، أنت على الحق. الرضيع يتحدث، لا إله إلا الله. ألقوهم جميعا في الأخدود. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد،
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وقف الملك الكافر وجنوده يشهدون عذاب المؤمنين. تصايح الكفار وهللوا، وساد المؤمنين سلام قلبي عجيب، خاصة بعد أن شهدوا معجزة الرضيع الذي أنطقه الله وطمأنهم أنهم على حق. أكلت النار ملابسهم وأكلت جلودهم ومضت تحرق أجسادهم، ولكنهم احتملوا العذاب في صمت ورضا، وتحول كل مؤمن من المؤمنين إلى شعلة محترقة تضيء وسط ظلام الحياة.